بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم متواجدين بمقر الولائي لحزب صوت الشعب اللي إن شاء الله بإذن الله درنا قائمة متكونة من المتحدث طارق الشخصي، معكم المهندس المحروق سفيان متصدر قائمة حزب صوت الشعب لولاية مستغانم. عندنا كوكبة من المترشحين ومجموعة من المترشحين كلهم شباب، اخترناهم على حسب السن وعلى حسب الكفاءات وعلى حسب كل قطاع، واخترنا فيه مترشح. الحمد لله على كل حال بالنسبة للمترشحين، فإن المتصدر القائمة المحروف سفيان، يوجد السايح عبد الباقي، يوجد مشني محمد، يوجد محمد بن مهدي من منطقة عشاشة، توجد الأستاذة حميدي إسمهان، وتوجد الأستاذة حضرية خويدمي. كذلك جهة المعمارية الأستاذ هواري صولي. كذلك من جهة خير الدين يوجد الأستاذ فرعون عبد الحليم. من جهة بن عبد الملك رمضان الأستاذ بن براهم العيد. ومن جهة عين تدلس الصور بالضبط الأستاذ شموم عبد الله. إذن الحمد لله راعينا كل الأمور اللي ترجع للنظافة ولتبرئة الذمة، وكذلك للكفاءات المجموعة. نأكد لكم ونعاود لكم الحمد لله كفاءات شابة، كفاءات عندها طموح، كفاءات عندها تطلعات واستشراف للمستقبل، وإن شاء الله بإذن الله كلنا يد واحدة لخدمة مستغانم. إن شاء الله بإذن الله فيما يخص برنامجنا، نحن برنامجنا مسينا كل القطاعات، ومن بين القطاعات اللي مسيناها وأكدنا عليها هي قطاع الصحة. قطاع الصحة شفنا ولايتنا قطاع الصحة ماهوش لاحق للمستوى المطلوب اللي يتمناه المواطن البسيط. لذلك احنا درنا برنامج وشفنا على كل حال هذا هو القطاع اللي يستحق الاهتمام ويستحق على انه نركزوا عليه ونحطوا فيه برنامج قوي. طبعا الحمد لله برنامج طويل في هذا القطاع بالنسبه للصحه. نفوتوا للقطاع الثاني اللي هو قطاع الشباب والرياضه. قطاع الشباب والرياضه شفنا على انه الملاعب ركزت على مستوى ولايه مستغانم واطرافها، لكن تم استثناء مناطق الدل. مناطق الدل كذلك عندنا شباب، عندنا امكانيات، عندنا طاقات باغيه تتفجر، من حقها انها يكون عندها ملاعب جواريه، يكون عندها وسائل رياضيه باش على الاقل تتمكن من ممارسه الرياضه والنهوض بهذا القطاع للاحسن. اذا كنا تحدثنا على قطاع السياحه، قلنا لانه قطاع مهم جدا وهو بديل للاقتصاد الريعي اللي احنا نعرفه بالجزائر تتكل اساسا على الاقتصاد الريعي وهو البترول، لكن القطاع السياحي هو بديل. واحنا ماذا بينا في ولايه مستغانم استقطاب كل السياح وانشاء المنشات السياحيه. قلنا باللي شريطنا الساحلي كبير، شريطنا الساحلي يمتاز بطبيعه خلابه، يمتاز بجبال، برمال صفراء، وكذلك شطوط ما شاء الله لا باس بها. في هذا المجال ارتئينا احنا حزب صوت الشعب باش نديروا برنامج في هذا السياق، ويكون برنامج ثري، برنامج يجيب الدخل للسكنه ولولايه مستغانم. ننتقل مباشره الى القطاع الفلاحي. القطاع الفلاحي قطاع مهم. كذلك شفنا انه بعض الاراضي اخذت بغير حق واستغلت لغير القطاع الفلاحي ولغير الفلاحه. احنا شفنا كذلك هنا برنامج في هذا المجال، ان شاء الله باذن الله عندنا تطلعات وعندنا ناس مختصين وخبراء عطاونا برنامج ثري، وباذن الله لو وفقنا الله سبحانه وتعالى نمشوا فيها باذن الله. كذلك القطاع الثقافي. القطاع الثقافي قطاع مهم. القطاع يمس شريحه كبيره من المجتمع ومن المثقفين. شفنا على انه الحمد لله كاين ديور دار ثقافه ومنشات ثقافيه، لكن لم تستغل احسن الاستغلال،
في هذا المجال كذلك عندنا برنامج ثري يكون ان شاء الله باذن الله في الواجهه وفي الميدان ان شاء الله باذن الله. لدرتوا فينا ثقه وكنا على متضرين ما كنا كنا منتخبين في المجلس الشعبي الوطني ان شاء الله. نقول لكم نكونوا ان شاء الله باذن الله يد في اليد من اجل غد جديد، من اجل مستقبل جديده، من اجل جزائر جديده. بارك الله فيكم، الله يعطيكم الصحه.